كنتي القصيدة اللي يطلبوها منك الناس بزاف باش يسمعوها، القصيدة اللي كتبتيها على رئيس الجمهورية رئيس عبد العزيز الجمهورية بوتفليقة. أنا يا كان على بالك، راه كلش على بالك لك اللي نحكي لك. كي جابوا تفليقة طفات النار علينا، ولات الدنيا تسقمت وتفاهمنا مع الناس والمسامح كريم. وطلبوا تفليقة عبد العزيز وعلى شعبه راه عزيز، زين الفهم العالم مستعرف بيه، حافظه ربي ورافع في شانه، بطل الثورة وعنده رجال كثيرة مثاله، وابطال الثورة راهم ما زالوا، شعب الجزائر زعيم على بلاده راه يغير، والمخربين ما عندهم ما داروا، اللي ماتوا راحوا مذنبين، والحيين ندموا الشي اللي داروا، بوتفليقة عز القليل ويشوفوا حاله، يخصم ما بين الظالم والمظلوم، بوتفليقة ورجال حكومتنا زي رساس، إن شاء الله يا ربي بلادنا وانت مولاها طفي علينا هذا النار واحفظ الجزائر من عندك يا العالي آمين. ورعاها. آمين يا رب.